عليكم غوالي، فيديو جديد سوق الكسرة مال العظمية. ربي يحفظ جميع قناة محمد تي في. سوق الكسرة مال العظمية جميع أيام الأسبوع، متابعينا الطيبين ربي يحفظهم. ايش قد البالاج؟ على 15 التك. الزوج 30، البيض على 10، والهنداويات على 35. الهنداويات على 35. سلافر على ايش قد؟ 20 بيعه وحده. الزوج على 20 الف بيعه وحده. سلافر 12 واحد، العدد 12. عمو هذا مالاته او مو مالاته؟ هذا الحمور شو بيحيل؟ يقول لك الاسعار على مده اي حبيبي. هذا ب 10. هذا ب 10. والبصمه؟ البصمه ب 20. والدماكش؟ دماكش 25. عاشت ايدك يا طيب. عنابر ب 35. ها عيني 35. عنابر ب 35. كورينجو الكرينكو بيش؟ كورينجو هذا 25. فحل؟ اي فحل. والمفوط؟ المفوط ب 20. ربي يرزقك يا غالي. اذا نبيعه وحده، الزوج على 8. هاي التور. هذني ب10. هذني زوج 10,000. هذني الزوج على 10,000. مساكي صغار. الزوج على 10,000. ايه زوج؟ معك زوج على 10,000. هاي تور. زوج على 10,000. على ايش قد؟ على 13. تور ورقيات. تور ورقيات على 13. تور ورقيات على 13 للذني. بيعه وحده. تك على 5,000 ذني. وحده الزوج على 22. الزوج على 22,000. حمر صغار فرخات لقحات كاملات مني. ايش اشتريتين؟ في القشم بغداديات. الزوج على 80. الزوج على 80,000. ثلاث ازواج هذني بغداديات. الزوج على 80,000 قشم. وهذا النبيعة وحدة ولايف على 60. بنات وبناتين وياهن أميات وياهن بناتهن. رس واحد ذني إخواننا الأعزاء. بيعة وحدة على 16. بيعة وحدة الزوج على 16,000. إيش قد عددهن؟ 54. العدد 54. هاي لرافل. العدد 54 على 16,000 بيعة وحدة. 54. هذا النبيعة وحدة الزوج على 15,000. أمهات عيون السود، لابخات، بيتنجانيات، رمانيات، حبريات. هذني حمر تك على شهد؟ تك على 7. تك على 7 هاي الحمر. ممنون أخوي، سوينا زحمة عليك. زوج على 25,000 شذاري. زوج على 25,000. هاي الشذاري. هذا الزوج على 25,000. هذا الزوج على 40,000. فتوله وكعكوله، رافل بحمر، نياشين هم بسود ولايف. زوج على 40,000 وبهم مجال ان شاء الله. حباري ذني رز قديم، الزوج على 100,000. حباري رز قديم، الزوج على 100,000. عراف البالاج، الزوج على 50,000. طير فحل، طير فحل. تومر حبيبي مال اخونا الطيب. وذني ولايفهن طير فحل، طير فحل بالخانات. الزوج على 50,000 وبهم مجال، مو سعر نهائي. سوريات ذني. سوريات بيش رايدهن؟ هذني ب 75,000 كورنكات. طيور مخرجات.
زوج على 10,000 نفس السعر؟ 15. هذا ني زوج على 15 وهذا ني زوج على 10. هذا ني شوية ملبوخات؟ حلوات شوية. لاني حلوات ملبوخات. وهاي الزغاليل شو تسوي بهن مجمعهن هنا؟ الواحد على 500 للزق لاني. يا ابو الحجة حتى زغاليل جايب هنا الواحد على 500. هذني مخاليف. هذني مخاليف على 18. هاي لرافد. دلل حبيبي دلل اخوي العزيز. متابعينا من المحاول. على شقد حبيبي؟ بيع وحدة الزوج على 30 دايات؟ دايات ذني. تلقيط تك على 20 زوج ب40 بيع وحدة الزوج على 30 يوم أخونا الطيب أبو فهد. حبيبي أبو فهد. 5% أراف البسود فتولة وكعكولة. والرواهب. الرواهب ب60 هذني ب60 ثلاثة أربعتين؟ أربعة. أربعتين ب60 صغار مصبوغات الزوج على 7,000 تور صغار مصبوغات بني الزوج على 7,000 ملاحظة يعني اللي يصبغهن مخربهن أنا أفضل تخلوهن على لونهن أحسن. هذني على 8 وبيهم مجال. وش شوامل بحمر؟ شوامل ب20 وبيهم مجال. والتور ذني زوج على 8 وبيهم مجال. ذني ب40 ذني ب30 ذني ب30 وذني ب40 هيتك على 10؟ لا كلها طير ابو الحمد. زوج على 20 ذني بيعه وحده. لا زوج عادي تبيع منهن زوج زوج؟ زوج على 20 نهايتهن. طيرة وفحل طيرة وفحل طيرة وفحل عدد 3 زواج ذني. هذني حبيب؟ 20 نهايتهن. هذني ب20 نهايتهن. هذني حبيب اخوي؟ مهات عيون البيض ب15 وذني ب10. هذني زوجهن 10. مهات عيون البيض زوجهن 15. اخبارك مرتاح ان شاء الله؟ بدول عينك اللهم رب يحفظك. بدول عينك تحيه للجنايه. اي والله مبارك من العايدين ان شاء الله الصحه والسلامه. احسنت للعراقيين وللجنايه وجميع العراقيين. عاشت ايدك اللهم رب يحفظكم. شلون اسعار الزواج؟ انا ذني عده طيور. هاي شوف الطيور حمامي بخاري على اسود على احمر جميع انواع الزواج انواع الحمام الفاتن ما شاء الله. على شقد؟ ذني على 18 حاسبين. زوج على 18 اي تك ب9. زوج على 18 من جماعة الاجيع من طرف على حمودي انا بخدمته. خدمتك عمر صفاء. بدول انا هذني الزواجل تك على 9 الزوج ب18 يم العم العزيز ابو صفاء. حتى هذا وياهن؟ هذا واحد. بيش هذا؟ هذا ب15. هذا واحد ب15 مراسلات باقيات تشيني حمامي ابيض زاز احمر انواع الحمام الزاجل العسلي الاسود تك على 9 زوج ب18 يم العم العزيز ابو صفاء. هذني الزواجل انواع الحمام الزاجل بلجيكي وهولندي انواع الحمام الانواع يعني هن هذا تبذير عراقي بس ان اغلبهم اماتي اغلبهم بلجيكي هولندي الماني هذني شغلة الزاجل. ويدللون الطيبين. ويدللون الطيبين بخدمة الطيبين هاني. على راسي، عندك بالخانات؟ بالخانات، عندي عسليات، عندي بخاريات. العسليات بيش؟ هذني ب20 هذتي. هذني ب20 عسليات طيرة وفحل. وذني بصف البخاريات. هذني بخاريات، أيضا ب20 طيرة وفحل. نهايتهن 20. بخاريات ب18 تصفي منها. هذني ب18. وبهن مجال للطيبين. هذني ب18 وبهن مجال. عندي ذني زازات بيض. هذا النزازات مبيضات ذني؟ مبيضات ما شاء الله. هذا النزازات زازات بيض ذني يسموهن مبيضات. بيا زوجهن؟ ذني ب 15 ابو. هذا ب 15000.
هذني ب 15000. ذني ب 20. هذني ب 20. ما شاء الله طيور حنينات مبيضات بيضتين ذني. هذني ب 20. هذني ب 20. وذني حماميات. هذني حماميات او طويرنيات ايضا ب 20. حمام الزاجل يم العم العزيز ابو صفاء. انواع كثيره بلجيكي هولندي امريكي. هذني ب 30000 بخاريات قلمين. مال الاول ذني؟ ايه قديمات وطيور فول. هذني قديمات مال الاول. وذني عندي شوانه طايره بحال. ب 30000 ذني. ذني طايره بحال. هذني شواني. هذني نهايتين ب 15 شواني ذني. طايره وفحل شواني. مرتب انت عمو بصفايا غالي مرتب. بيض ذني زوجهن. هذني ب 15. هاي الطيرة نايمة على البيضات والفحل برا. ويا ذني المجموعة. وهنا تك على 9 الزوج ب 18. اللي يدور طيرة فحل ما يقصر يا عمه بصفاء. خدمة الطيبين هاني. أنا حاضر أنت نايم. سوق الكسرة تعالوا له ما يقصر ياكم بس قولوا بصفاء. طرف أبو جاسم أنا حاضر. ورد عمي بصفاء. ياخذون ويطلعون والله. طيب. خدمتكم أنا عيني. خدمتكم. حمر شادات على 28000. محل أحمد. على 28000. به نرفلي بسود به نالات. به نشعل بسود. على 28 شادات ذني. ذني في حلو طواير طيران بابو غريب على شقد؟ على 18. شقد العدد حبيب؟ 70 فوق 70. على 18000 اكيد بهم مجال طواير وحل طيران بابو غريب. ها عيني طيران بسطح نيابه. طيور صغار ذني حلوات على 20. هذني على 20. هذني الزوج على 35. أراف البالاج عراقيات. أراف البالاج عراقيات. هذني على 35 طوير وفحل. على المطيار. تعال حبيب تعال بلا أمر عليك. وين الطير هاي أخوي؟ بالرمادي. طير بالرمادي. صغير من السطح الموجود. العدد 58؟ 58. مستويات طواير بحل؟ اي طواير. عاشت ايدك حبيبي، عمرها حلو. عمرها 7 اشهر. ايش عندك هاي الجو اخويا؟ هذني مازق. هذني دايات مازق. مازق. على ايش قد؟ زوج ب 20. زوج على 20. زوج على 20 دايات مازق. وهذني 21. وهذني 21 فحل مفرودات؟ اي معزولاتها مثلا بالرمادي تصوير الموجود. على ايش قد؟ 25. هذني على 25. سلام ورحمة الله. هاي المساكي الزوج على 20000 طواير وفحل ضمان مطيار. هاي المساكي الزوج على 20000 حلال أخونا الطيب أبو سجاد منور. أبو سجاد الطيب عندك بصار وبعد؟ تعال نطلع لهم من برا يرحم والديك. تعبناك ابو سجاد. ابو سجاد الغالي سوينا زحمة عليك. ليش البصار و زوج على 15000 لوتو لعب؟ لوتو لعب. زوج على 15. هاي البصار و لافر الزوج على 25 والهومرات ايضا على 25. والزاجل العسلي ب10. وذني حمر. حمر التك ب8. السلافر والهومرات الزوج على 25. وربي يرزقكم يا طيبين. ربي يرزقك حبيبي يا اخوي ابو سجاد. ذني بلق سوريات. بيد ذني 175. ذني 175. عنده ذني بصفر ذني باحمر وبالاج سوريات ذني.
حلو هذا ان اخواننا الاعزاء انواع الحمام عنده موجود مفوط هومر افريقي شو تريدون موجود هذا البيوتي الالماني كينج انواع الحمام عيني ذني بيش الكينجات على ايش قد يعني من ال 250 ل 300 ذني كينجات انه وبناتن وجواهم بيض ما شاء الله بيض ذني 200 هذا 200 كلهن كلهن 200 ناش عندك 300 تركي تركيات ذني بيش بيش 75 مقذلات ذني تركيات زوج على 75 هم بيضات ذني سود ما شاء الله ذني قوقازيات بيش هذا 100,000 قوقازيات والخروف هذا 125 وعنده 100 نوعيات ذني الكشكيات هذا 75 كشكيات هذا كشكيات بيض ذني هذا 100 كشكيات جواهم بيض هذا 100,000 هذا كيلوتات بيش 125 عنده 100 نوعيات انواع الحمام شو تريدون موجود كرينكو نفاخ دمكش هنداوي بيش الكرينكو 125 هذا 125 النفاخات 125 هذا 125 يدللون عشاق حمام الزينه تعالوا لابو بلال ما يقصر وياكم على راسي عمو بلال طيب هذا مقنع كرينكو مقنع بيذني 125 والقديس قديس 100 قديس 100 والمساكي المناقير ناعمه 75% ذهب اليوم شيء غريب بمحل سجاد بس العرض فقط ذني الزواجل ذني طيره وفحل ذني طيره وفحل هو اختصاص بالحمام الرماني الباذنجاني تار رعاش مقلوب على ايش قد ذني هنا حبيبي سجاد ابو جاسم على ايش قد اخويا كل شيء بسعر ابو جاسم ارخص زوج ولا زوج ارخص زوج 20 واغلى زوج 60 ربي يرزقك يا غالي حبيبي. هنا حبيبي كل شيء بسعر ابو جاسم الفوق على ايش قد زوج على 50 والزوج على 60 باذنجانيات ذني على 50 وعلى 60 والجو حبيب الحباري على 60 والرمانيات على 80 الرمانيات على 80 محل اخونا طيب سجاد اختصاص بهذا الحمام يعني انا منلقى مزاجي الاحمر اتعجب لان هو اختصاص بهذا المجال اخواننا الاعزاء بالتار الرماني والبيتنجاني الحبري هذني اخوي العزيز هذني على 50 هذني الزوج على 50 اذا بيعه وحده اذا تلقيط تلقيط يختلف السعر كل من بسعره تلقيط يختلف السعر واذا بيعه وحده الزوج على 50 جو حبيب استاذ اللي بيه المودع وبيض احبار وشذاري اي على 50 الزوج على 50 حباري وشذاري والشماعي بيش شماعي بثلاثين وهمك مفاجأة يا مسجاد راح نشوفكم إياها يا بهاي المفاجأة الثانية قلت لكم أنا أتعجب يعني من أشوف أحمر زاجل غير حمام يعني هو اختصاص بهذا المجال فأنا أتعجب إذا أشوف حمر إذا أشوف زواجل ربي يزيد يبارك وين تخلي إيدك إن شاء الله رب العالمين يبارك لك طيب هذا إني ما أخذهن إلى البيت يعني أريد تونس عليهن شايف ألف خير أخويا حبيبي سجاد حبيبي سيد نمير واليوم منورنا اخونا الغالي ابو جاسم من الحله محمد ابن الحله هذا يابا ابو جسر بته على راسي حمام محمد امانت الله نمبر 1 حمام درجه اولى من الحله عمي لانه جبت لنا سيد نمير لانه طيور صحيحات لانه جبت لنا سيد نمير وذاني جبت لنا سيد نمير بعد على شقد حبيبي محمد جاب لي اياهن محمد ابو الحله ابو جسر بته اخذ منه مغمض رجال ينصح طيره طير ويقول له ملوم لملوم مطيار الرجال ما يشتري طيور علفك كيف علفك حل مطيار ام الثقات اخذتهن منه محمد على 19 ابيع على 20 21 ربي يرزقك الله يحفظك ولايف اخواننا الاعزاء مصبوغات اخضر ذني سيد ذني علفك وذان ورا الوذان علفك شف شف حمام تك تك شوف ذني وذني كذلك وهذني كذلك
هذني مال محمد ابن الحله ابو جسر بته جبنا له ابو جسر بته تحياتنا لك وللحله وجميع المحافظات من زاخل الفاو رحم الله والجماعه جسر بته على الراس اشكرك كلها بزار كلها راس قديمه محمد ذن الطيور تطير بالشعب نعم حيقوا كلهم طوارف على هاي قفلها بدون مداهر بتسعة على تسعة ذا نبيعها وحدة ايه وذن الجوع عندي قد العدد العدد 22 عدد 22 على تسعة ذا قفل بيعها وحدة قفل وهذا اللي بصاروا على المطيار لوتو لعب لوتو لعب سعر الزوج قفلهن 15000 زوج على 15 ولا رافل السود السود المتابعينك محمد قفلهن ب 40 بدون ورد دهر. ورد حبيبي سيدنا امير طيب دير بالكم على محمد لايك اشتراك اهلا وسهلا ومرحبا بالاخ محمد تي في ولجميع اخواننا مربين الطيور والحمام اخواننا الاعزاء عندنا كم نصيحه لكم هذه الفتره هذه بخصوص مربين الحمام والطيور اللي تعرفون الجو بدا يحتار تقريبا الجو بدا يحتار ولهذا فشغله البايض والقارص والحرمس بدأت تأخذ دورها فيعتبر البيض والبعوض والقارص والحرمس والصيط ناقل لإصابة الحمام والطيور بجدر الطيور الجدري مرض فيروسي ينتقل عن طريق البق والقارص القارص اللي هو مسبب وسطي أو ناقل السبب الرئيسي هو فيروس الجدري ممكن البعوضة أو القارص تقرص الحمامة أو الطير في مكان ما في جسم الطير أغلب الأحيان منطقة الوجه ومنطقة المضلق العين يم العين يم العين منطقة الوجه ومنطقة المضلق ولهذا يصير حباية فالولة يسموها المربين فالولة اللي هي جدري الحمام العلاج مالته موجود علاجات شتى إن شاء الله أهم علاجات يعتمد على طبيعة على مكان الإصابة أكو بعض الأحيان مكان الإصابة بالمنقار أكو بعض الأحيان إصابة المكان بالعين فذني تتعامل وياهم بالشكل التالي اكو نماذج والله يرحم والديك اكو انت بيجي بوكس تابلت حبوب لي ضد الجدري هذه حبوب ضد الجدري هذه ممكن تعطيها للطير حبايتين باليوم لمده 3 ايام راح تسود منطقه الفالوله منطقه الجدري وتوقع او تسود وانت ممكن ضربه خفيفه جدا باصبعك توقع هذه حبوب لعلاج جدري الطيور هاي الحبوب هذه علاج لجدري الطيور هذه واحد من العلاجات العلاج الثاني اللي هو الصارة اسمها بوكس كريم بوكس بالانجليزي معناتها جدري ولا كريم مرهم هذا المرهم لعلاج جدري الطيور تدهن المنطقة مرتين باليوم لمدة 3 ايام كلش كافية راح تشوف انه الفالولة او الحباية مالت الجدري راح تنتهي وتسود وتضمحل تنتهي تخلي. شون سعرها؟ الحباية هذه سعرها العصارة هذه سعرها 5000 والعلبة؟ والعلبة هذه 100 حباية 10 حبايات بألف بالحالات الفردية والعلبة الكاملة 10000 ربي رزقك طيب اكو بعد شغلة اخرى اي حبيبي وغالبية المراجعين يدوروها اي والله يسألون عليها اللي هي قطرة الجدري قطرة الجدري هذه اشوف التلقنينة او العلبة هذه القطرة قشر ابيض بس داخلها الكومبوزيشن المكونات مالتها مادة زرقاء يعني لونها ازرق تنحط مرتين باليوم تكشط الفالولة وتخلي عليها مرتين باليوم لمدة يومين ثلاث ايام راح اشوفها تنتهي حتى لا يطلع دم منها حتى لا يطلع دم من عندها نعم يفضل يطلع دم لانه فيروس الجدري موجود في دم الطير فيفضل يطلع الدم نعم يفضل يطلع الدم هذه النقطة الأولى اللي حبيت أنوه عنها أحسنت. النقطة الثانية اللي قاعد يجونا مراجعين بخصوصها بخصوص الكورس الداية كورس الداية وأنا في أكثر من مرة أنا والأخ محمد تيفي شرحت عنه اللي هو يتكون من 5 فقرات فقرة الديدان وكنكر وفطريات تنفسية وسالمونيلا منظف كبد تركيبة شد وإباضة الكورس بسيط وغير مكلف يعني حتى أسعاره سهلة سعره مناسب أسعاره مناسبة أسعاره مناسبة ذني أهم نقطتين حبيت أنوع عنها حاليا قاعد تجينا بحالات بكثرة حالات إصابات العين هسه حاليا قاعد تجينا حالات إصابات العين التهاب العين الرمد قصدك الرمد العين نعم قاعد تجينا تعرفون مسببات إصابة العين أو التهاب العين مسببات مرضية وإدارية إدارية يعني شلون؟ يعني لربما يكون مكان البرج الطيور أو مكان الطيور مكان ضيق ومزدحم
والتهوية معدومة أو بسيطة. فشوف من الفضلات ممكن تصعد لي فوق من اليوريا، تصعد الأمونيا لي فوق، وهاي الأمونيا من تصعد لي فوق تضرب مكانين من جسم الطير، أو المكان الأول هو العين والخشم، يعني التنفس والعين. فشوف لهذا تحمر العين وتدمع العين. علاجاتها شتى، أكو علاج حبوب وأكو علاج قطرات بالحالات الفردية، قطرات العين موجودة وحبوب العين موجودة. وأكو علاجات جماعية ممكن عن طريق ماء الشرب تستخدم علاج للكل بالحالات المرضية، الحالات اللي المسبب مالها مسبب مرضي، كان يكون مايكوبلازما، كان يكون كلاميديا، كان يكون فيروس، فممكن تستخدم علاج جماعي. وأغلب العلاجات الجماعية لإصابات العين هو مادة التايلودوكس، مادة التايلودوكس عن طريق مي الشرب تطيل مدة 5 أيام، ممكن تستخدمه يا خافض حرارة، ممكن تستخدمه يا ديكساميثازون باودر يعني على حساسية العين. زين، شنو بعد عندنا؟ عندنا النقطة الرابعة، الثالثة أو الرابعة اللي قاعد يراجعون بها المربين، هي وجود حالات إسهال بالطيور. وجود حالات إسهال بالطيور، إسهال أما إسهال مائي أو أخضر مائي، مائي مخاطي تقريبا، أو أخضر مائي، وأكو إسهال آخر اللي هو أبيض طباشيري أو تبني. أكو عوامل مساعدة على الإصابة بالإسهالات هذه، العوامل المساعدة ثلاثة، أي عامل من ضمن الثلاثة يتوفر ممكن أنه يسهل لنا الإصابة أو يسبب الإصابة، هي تغيير العلف، هذا عامل مساعد على إصابة الطيور بالإسهالات. النقطة الثانية، شراء طيور جديدة لربما تكون حاملة للإصابة، تنقلها مع طيورك اللي موجودة أساساً عندك راح تنقل لها الإصابة. ثالثاً، تغيير موقع الطيور، كان تكون اليوم الطيور بهذا البرج باكر عقبة تنقلها في مكان آخر، تغيير المكان ممكن يسبب لك الإسهالات. العلاج هيك حالات، لربما يكون الإسهال فطري، لربما يكون الإسهال فيروسي، لربما يكون الإسهال بكتيري. زين، شلون بهالحالة يتعاملوا وياه؟ ممكن نستخدم خلطة من جميع هذه المواد اللي ذكرتها ونستخدمها لمدة 5 أيام وتعطينا نتائج بإذن الله طيبة وحلوة. تحياتنا لك يا غالي، نوه عليه هذا الموضوع حسن. اللي حبيت المواضيع اللي حبيت انوه عليها وانا بخدمتكم. تحياتنا لك كريم العريبي. يا بيت مرحبا ابو جاسم، دكتور كريم الطيب، سوى نزحم عليك، بارك الله بيك. ابدا، شرفتني يا اخي العزيز. اخوكم دكتور كريم العريبي، العياده البيطريه بالكسره 0783 277 9401، واهلا وسهلا بكم في اي وقت.